قبل ما اطلع كده لبعض اخبار من النادي الاهلي، خلينا يعني معانا زميلنا خالد طلعت نقد رياضي بموقع صدى البلد، هيطلعنا على خبر جديد يخص فييرا المدير الفني الحالي لفريق نادي الزمالك. استاذ خالد طلعت مساء الخير. مساء الخير يا استاذ شبان، ازي حضرتك؟ الله يخليك، كله تمام. قول لي عندك ايه جديد؟ منور طبعا، مبروك البرنامج الجديد، اشكرك بخطه ثابته وربنا يوفقك ان شاء الله. اشكرك خالد، ربنا يخليك. ان في خبر استاذ شبان ان يمكن جيرفان فييرا طبعا المدير الفني لفريق الزمالك يمكن في مفاوضات يمكن قريبه جدا ان هو يتولى تدريب منتخب الكويت. المفاوضات دي يمكن تمت خلال رحلة الزمالك الأخيرة في الكويت لما كان مباراة ودية بيلعب في خطام الكويتي اللي انتهت 6-0. يمكن الخبر على مسؤولية قناة الدوري والكاس يمكن دعته على القناة وعلى الموقع بتاعها، وقال إن هو فييرا قعد بالفعل مع الشيخ طلال الفهد اللي هو رئيس الاتحاد الكويتي، ويمكن حطوا المعطى على الحروف واتفقوا بشكل مبدئي على كافة نقاط تعاقد فييرا لتدريب منتخب الكويت، النواحي المادية وكل حاجة، وإن هو هيعلن عنها خلال يمكن اسبوع او 10 ايام في الفتره اللي جايه، وان فييرا هيتولى تدريب منتخب الكويت فور نهايه عقده مع الزمالك في نهايه شهر يونيو. يعني هو هيكمل عقده مع الزمالك لغايه نهايه شهر يونيو، ثم بعد كده هيعلن تعاقده الرسمي بقى مع منتخب الكويت ويبتدي المسؤوليه معاهم. هم حاليا بيبحثوا عن مدرب، ويمكن اتجهوا لفييرا اللي سابق نجاحاته سواء في الدول العربيه او في الناحيه الاسيويه تحديدا، لانه كان تفوق مع منتخب العراق وخد معاه كاس امم اسيا قبل كده. وده يفسر يعني فكرة انه مش عايز يجدد عقده او بيماطل فيما يخص تجدد عقده، تجديد عقده. بص يا استاذ شبان، بغض النظر عن عرض الكويت، هو يعني فييرا رحل بنسبة 100%، يعني حتى لو ما دربش منتخب الكويت فييرا مش هيكمل في الزمالك. طبعا هو مش راضي عن الوضع خالص، المستحقات المادية بتاعته بتتأخر، وهو يمكن ليه اسم يعني من قبل كده، ليه اسم في المنطقة العربية، وبعد تدريب الزمالك كمان والنجاحات اللي حققها اعتقد هو يمكن لمع نفسه مره ثانيه. ففي عرض من الكويت، اعتقد كان في عرض كمان من احد الانديه الاماراتيه، يمكن في عرض من نادي صيني كمان، دي مفاجاه، نادي عرض من نادي صيني اعتقد يمكن بقيمه ماديه كبيره جدا. فهو قدامه اكثر من عرض، يعني هيفاضل بينهم، واي عرض فيهم يعني لو قلنا اقل عرض فيهم هيكون افضل من عرض الزمالك ماديا، وهيكون اضمن ان هو ياخد مستحقاته بطريقه ثابته كل شهر، بالاضافه ان هو عنده مشاكل عائليه كمان، فعايز يكون قريب من الامارات. يعني هو بيبحث عن حاجه سواء في الامارات او في حاجه دوله قريبه، الكويت او حاجه كده تكون قريبه من الامارات، ما يبقاش السفر بعيد زي من مصر للامارات يعني. شكرا جزيلا خالد طلعت، الناقد الرياضي بموقع صدى البلد.